وكاين الخبازي والشرار وكاين هاد المفاجاه والعصير شوف غير ما يعيش. وبون جورنو ميامي، جيت اليوم باش نقلقل لكم كوبنهاغن حيت كل شيء كيقلقني في الميساجات. نبداو باول سؤال، علاش مالمو؟ اول حاجه ما تقلقلتش فابور، راه تشغل ليا قهوه مقلقل ب 8 دراهم. ثاني حاجه الناس راه عارفين علاش مالمو، غير انت اللي ما علاش انت اللي ما متقلقش. كل شيء اللي كيسولني كنقولها لك، ولكن علاش مالمو؟ دابا انتيا عندك الباك، علاش مالمو؟ دابا الفرق بيني وبينك، الفرق بين باكي ديالي وباك ديالي. علاش مالمو انا؟ ما قراشنا في ما قراشنا السن. هضره ديال الكسالة. المهم ميامي اكثرية ديال الناس راه عارفين مالمو، خصوصا الناس اللي كيسافروا. مالمو هي واحد المدينة كاينة في السويد. كنتي عارف انسيت؟ لا داك كان عارف انسى. ومالمو كما عارفين انتم انا كيعجبوني السميات ديال المدن وخصوصا العواصم، هادشي علاش كنت درت كوبنهاغن على حساب السميه ديالي، وهاد مالمو كانت كتعجبني. السؤال الثاني، كيفاش جات الفكره ديال المشروع؟ الفكره ديال المشروع كيفاش عارفين؟ كما عارفين مياميتي كنت في طاليانو في ميلانو في واحد البلوك اللي رجعتو ليه، وجبت لكم بانه ان شاء الله ملي رجعت للمغرب وكانت شد مصطفى وكانت كنرجع كنشوف انه الدغري ما خدامينش، قلت لكم غادي ندير بروجي لانس وغندير بروجي لكاع الدغري اللي كيكونوا معايا الا قدرني الله. الحمد لله حنا غاديين في هذه المسيره، درت لانس بروجي، درت في المروان المهلوك، وكان مصطفى تشد في الحبس وقلت لكم غنرجع للمغرب غادي ندير لي شي بروجي ان شاء الله باش انه تقاد لي حياته. وكان باقي شفيق موتورولا وباقي حمزه، يعني باقيين ثلاثه الدراري، وهاد البروجي جات الفكره تاعو باش نسد الفراغ لجوج دراري من هذوك الثلاثه. وان شاء الله الفلوق الجاي غنقول لكم شكون هاد جوج الدراري. يعني كانت عندي الفكره ملي كنت في ميلانو، والمشكل ديال ان هاد الدراري الثلاثه اللي باقيين ما كيعرفوش يديروا شي حاجه وما عندهمش الباك. هادشي علاش فكرت انني ندير هاد البروجي ديال الماكله، حيت اي واحد غادي يقدر يسيرفي الماكله، اي واحد غادي يقدر يعني يتكلف بلاكيس، يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه. هادشي باش جات الفكره باش انني ندير سناك ديال الماكله، فهمتي؟ ودرت قريب للمهلوك باش يتمغى مزيان. حسب راسك واكل، دخل الفلوس من كاش بليس كول، ما تدخلش فلوس من كاش بليس خلاص. لا دايرين البيطون تما ما كاينش لي اجور، صعيب باش يتفركع. وننتقلوا للسؤال الثالث، اشنا هو الهدف من هذا المشروع؟ والهدف من هذا المشروع كما كنقول للناس ديما في فيديوهات، هو بنادم قد ما خدم قد ما كيبعد عن المشاكل، قد ما كيعمر وقته، حيت الفراغ هو اللي كيخليك تغلط. كما شفت الدراري شحال من واحد كيغلط، وكنتمنى الدراري ان شاء الله يعني هذا المشروع يزيد بهم لقدام، يخدموا يعاونوا والديهم يعاونوا راسهم، وما يبقاش عندهم الوقت خاوي، فين حيت الوقت الخاوي كما كنقول لكم ديما راه هو اللي كيدير المشكل. وهذا هو الهدف ان شاء الله، وتقاد لهم حياتهم ونشوفهم ان شاء الله مزيان من هنا لقدام بحالك انت. غير الحمد لله صافي حليل زعل زعل حليل. مستقبلك واش بدلتي؟ تبدلتي علينا كاملين، ما بقاش كيمشي عند الوالده للدار بزاف، ما بقاش كيعمر مع الدراري ولا كيخدم وكيطلع ينعس. بعدا تهنينا منه، بعدا هو الاول تهنينا منك، بقيت كيقول لي الوالد الو فين هو انس، الو واش كيدير انس، واش باقي خير، واش باقي داخل، كتخدم كتاكل كتمشي تنعس. هما بغيناهم ان شاء الله يمشيو على المسار ديالك، يخدموا ياكلوا ينعسوا ان شاء الله. ايوا هذا ما كان. دابا غننتقلوا للسؤال الرابع، يلا معانا. والسؤال الرابع هو، ملي غتسالي هادشي كامل اش غدير في حياتك؟ هاد السؤال كلشي كيسولني عليه، وبزاف الناس كيقول لي طولتي في المغرب، وانا صراحه طولت حيت هاد المشروع شد لينا شي 6 شهور ديال الوقت، تقريبا شي 6 اشهر. علاش؟ حيت انا كنت غنحلو قبل من رمضان، وجا رمضان كنا فكرنا باش نديرو هذيك مائده الرحمن، واستغلينا نيت المحال درنا فيه داك الشيء، صراحه عاوننا، وان شاء الله في اي رمضان غادي نوليو نديرو مائده الافطار في هاد المحال ان شاء الله الا بقينا في الحياه. صافي غنسالي هاد المحل وغادي نرجع نمشي نغونا عاد ادم شويه، راه ديما كيصوني ديال فين واش امتى غتجي واش امتى غتجي.
راه عندي حياه انا راه ماشي والد لا 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 حياه راه ما والدش بنادم صافي صافي ما والدكمش انا صافي صافي باش غا ما والدكمش صافي عندك بواك راه عندك بواك عندك بواك وعندي نتايا راه الاخوه راه ماشي زعما ساهله راه هي اللي شريتي لي شي اس اج من غير هذيك اللي راه تجي مزيانه زعما قبل ما نمشي لطاليا قبل ما نمشي لطاليا دابا كنبغي نمشي نجيب فلوس كنبغي نمشي نتسخر نبغي ندير ما كنلقاش كنلقاش خليني نفكر اللي درتي حاجة غدير غدير لا حنين حنين ان شاء الله ملي غادي يكمل المحل وغندير ليه شي شحال قبل ما نمشي لطاليا غناخذ لك اس اش حيت وليتي مواظب هذا كان مع حيت وليتي مواظب ولكن غير خديت لك اس اش وديتي عاوتاني كتمشيتي للجوج ديال وحده الليل لا 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 نحيي لا لا قدام ميامي لا لا صافي لا بلا ما تبوس لي على راسي صح صح حيتينا صح 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 الله يعاون ميامي بونجورنو ميامي عاوتاني الدال دابا بغينا نحرق عاد باش فكرت السؤال المهم هو راه نساهو ها انتوما مسير 12 ها انتوما في قهوه وقهوه 12 درهم مسير جات بغات تعشي كنتصن نطلع ضامير جا عندي والقهوه انا مال مخلص قهوه زين انا معافي السؤال المهم هو اشنا هو مالو نسيت الميكروفون فين الميكروفون وانت حنا السؤال نسيت مالو نسينا راه انت ما قاريش الفود هي الماكله الفود شنو هي الفود غير الناس لونغلي عارفين الفود هي الماكله ولكن هي العصير دابا نقول لك كاينه حتى العصير انا نيش غنشرب لا ولكن الفود عصير ولا قد صح 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 المهم بحال الناس ساعه المهم الماكله نتوما عارفين ميامي تشي وكنت عندنا حدا الغفله كاين شويه الناس مفضفضين صحاب الباطم وكاين غامض على من كتوقع وسام غلطت شي معانا غامض دابا بلاش تصنط لي دابا انا كعارفني سير على الله سير على الله بشويش دابا كاين غامض غندير واحد الخبزه عجيبه بشي 10 درهم 12 درهم ديالنا ديال غامض الناس اللي كيشغنيو في لاصال مع لاصال ملاصق معانا غيكونوا لي شالات لي صالات لي صالات لي صالات راه فهموها لي صالات لي صالات ياك تفهمش يعني ايوا صافي غتكون هذيك الشيء ديال الطاليان دوك العيبات ديال الطاليان ديال المغرب وغيكون ديال صحاب لاصال غاوز الدجاج لي بلا ياك وكاينه واحد الحاجه اللي هي مفاجاه واحد كونسيبت اللي دابا داير بوم في الماكله هذاك ما غاديش نقولو غنخليهم فوق وكاينين المقايلات وكاينين الخبازي والشراب وكاين هاد المفاجاه والعصير والعصير شوف ديال بغا يعيش صافي سير بنادم بغا يعيش المارشي غيتهز غيتولي دابا من المارشي تهز صافي 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 يلا نوض خليني نتصنط على دارنا شويه نكونوا دابا ديال بصح سالينا ميامي رغم بنادم ما والدوش انايا نو نوض